تحية لحضراتكم مرة تانية من جديد، وبنتكلم على دور الوعي في المرحلة القادمة، الوعي بشؤون حياتك، الوعي بالقضايا اللي حواليك. زي ما احنا يمكن تابعنا في مقدمة هذه الحلقة اجتماع سيد الرئيس مع عوائل وقبائل الليبية، بالتأكيد لتفويض سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري للتدخل في الشأن الليبي والحفاظ على الأراضي الليبية، وده بالتأكيد أمن قومي مهم جدا في حياتنا. هل احنا بنعي هذه القضايا؟ هل بنعي بمشكلتنا مع سد النهضة؟ هل بنعي بمسألة التغير الكامل في مراحل التعليم عن بعد؟ بنتكلم على كل الأمور اللي حوالينا، لازم يكون عندنا وعي. الوعي ده هيوصلنا ان احنا ناخد قرارات جيدة، هيوصلنا ان احنا نقدر ان احنا نشارك بعض ونكون ايد واحدة في تنمية بلدنا. خلوني ارحب في البداية بضيفي وضيف حضراتكم، برحب بالأستاذ دكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع. اهلا بيك دكتور يحيى. أهلا وصباح الخير عليك في مصر جميلة. اهلا وسهلا. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة. يعني اعتقد بين قوسين هذه الكلمة، كلمة الوعي، كلمة مهمة جدا طبعا. واحنا في اشد الحاجة ليها في هذه الاوقات تحديدا. اتفضل يا فندم. طبعا لا شك زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة الجميلة اللي يعني رفعت روحنا المعنوية جدا بالفاصل الجميل اللي كان بيشتغل من شوية، انه لا، الوعي هو قضية استراتيجية لينا في مصر. لانه زي ما احنا شايفين، لما تيجي حضرتك تبص على خريطة مصر كده من فوق، هتلاقي انه مصر قدامها تحديات كثيرة جدا في جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وتحديات داخلية في البناء والتنمية والاعمار. طبعا كل ما يكون المواطن عنده وعي، الوعي ده نتج من ايه؟ نتج من انه عنده معرفة ومعلومات صحيحة بالاحداث اللي بتتم، وبالتالي بيبقى بيتحول المواطن هنا بوعيه ده الى عنصر يدعم الدولة ويقف في ظهر الدولة ويساعدها في تحقيق الخطط المطروحة، سواء للتنمية الداخلية او الدفاع عن الدولة ضد اي مخاطر محتملة. عظيم. الوعي ده هو اللي بيشكل سلوكنا كمواطنين، وبيزيد قوي مع كل ما نبقى عندنا معلومات واضحة وحب وولاء وانتماء لبلدنا. ده بيخلينا نحس ان احنا، لا، احنا لينا دور، عايزين نقف جنب بلدنا، عايزين نعمل حاجة. وكل مواطن في بلدنا دي له دور على فكرة، بغض النظر عن انه ممكن بقى يعتقد بعض العامة من الجمهور انه لازم ابقى في منصب وظيفي معين في شغلانة معينة عشان اقدر اخدم مصر. ابدا. كل مواطن مصري واعي مدرك لقضايا هذا الوطن له دور اساسي في دفع التنمية في هذه البلد والدفاع. نعم، احسنت دكتور يحيى. لانه بالتأكيد، لانه كل شخص موجود على ارض هذا الوطن هو بالفعل ليه دور. وانا هذكر حضرتك الحقيقة بمجموعة احداث مرت على مصرنا العظيمة. يعني انا هكلمك في 67 كان في وعي عند الشعب المصري، هكلمك في 73 كان في وعي عند الشعب المصري وقدر يقف ورا قواته المسلحة ورا القيادة السياسية، وقدرنا نعبر. النهاردة احنا بنعبر عبور مختلف تماما طبعا. بنقول انه دي حرب وجودية طبعا لمصر، فبالتأكيد المواطن هنا ليه دور كبير جدا في الوعي بالكلام اللي بيقوله رئيس الدولة، وعي بالكلام اللي بيشوفه في الشارع وبيسمعه، وعي حتى على السوشيال ميديا طبعا. انه الاخبار اللي بتيجي لحضرتك دي لازم تتأكد من مصدرها وتتأكد من صحتها، لانه الخبر الواحد ممكن يأثر على هذا الوعي. طبعا خليني اقول لحضرتك انه اكبر نموذجين تطبيقيين امام المجتمع كله لهذا الوعي اللي بيدير ازمات الدولة هو إدارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملفات الأزمات المختلفة في بلدنا، سواء الداخلية خاصة بالتنمية والمجتمع أو الخارجية الخاصة بالأزمات الحالية، وكذلك زي ما حضرتك ذكرت في الفقرة السابقة عن الوعي الخاص بقواتنا المسلحة وتحركها الواعي الرصين الرزين اللي بيحقق لنا احنا كمواطنين نوع من الارتياح ونوع من الثقة ونوع من الهدوء خالص، انه قواتنا المسلحة العظيمة دي هي قوات كبيرة جدا، عظيمة جدا، قوية جدا، وهدفها هو السلام. شوف معنى المعنى اللي أكد عليه سيادة الرئيس في كلماته الكثيرة على انه احنا اقوياء، جيشنا متقدم قوي جدا، ولكننا دعاة السلام. دايما احنا دعاة السلام ودعاة البناء والتنمية، بس طبعا ما ينفعش اي حد يجور على حقوقنا يعني. طبعا طبعا. طيب نروح ناخد كده مجموعة من القضايا القادمة
في حياة المصريين ودور الوعي فيها. يعني لما اجي اتكلم مع حضرتك طبعا احنا مقبلين خلاص ايام قليلة جدا ومقبلين على مجلس الشيوخ. تمام. واختيار مجلس الشيوخ ده بالتأكيد اللي هي هتبقى الغرفة التانية التشريعية او المشورة التشريعية طبعا، وده هيبقى جزء مهم جدا لانه النهاردة بيضيف مجلس الشيوخ الى قوة البرلمان المصري في دراسات هذه القوانين ثم تمريرها على مجلس النواب ثم بعد كده الاستفتاء عليها، فده جزء مهم جدا. يعني طبعا عايزين نأكد كمان انه دور مجلس الشيوخ ما هواش نائب خدمي يا جماعة. مش بتاع خدمات، مش هنزل عشان الراجل ده يخدمني. أيوة. ده جزء مهم جدا لانه جزء زي ما بنقول كده بحثي دراسة مستفيضة، فيجب طبعا ان اللي يكون موجودين في مجلس الشيوخ هم على قيمة كبيرة جدا من العلم والوعي وقضايا المصرية. فضل فن. خليني احيي حضرتك على السؤال ده لانه سؤال مهم وفي وقته فعلا، بس خلينا نبسط للجمهور ببساطة شديدة يعني ايه مجلس الشيوخ. يعني طبعا هو صدر له قرار بالمهام، بس خلينا عشان ما نبقاش بنقول نشرة الاخبار ان بقى بنقول للناس المعنى البسيط اللي وصل لها، انه مجلس الشيوخ سيكون هو العقل المفكر لمستقبل مصر. نعم. مجلس الشيوخ هو المفروض الآلية اللي موجودة في مصر عشان تطرح حلول قابلة للتنفيذ لمشكلتنا المزمنة، وتطرح رؤى وحلول مستقبلية لما يمكن أن يستجد من مشكلات. زي ما حضرتك قلت أنه الناس لازم تبقى عارفة أنه النائب في مجلس الشيوخ مش زي في مجلس النواب. يعني مش هينفع مش هو نائب الخدمات اللي بيروح يقدم له الطلب يعمل كذا في المنطقة أو وده هينعكس على الاختيار. لأنه زي ما حضرتك ذكرت أنه أنا عشان يبقى عندي نائب قادر على طرح الحلول وطرح الأفكار الإيجابية القابلة للتطبيق للمشكلات الحالية وعنده رؤية لقراءة المستقبل، يبقى أنا محتاج ناس عندها قدر كبير من العلم، ناس عندها قدر كبير من التطبيق لهذا العلم، ناس عندها استشعار بمشكلات المجتمع ومشكلات الناس. وبالتالي هيبقى هو ده اللي هيعرض بقى كل هذا النتاج اللي هيغير شكل الحياة في مصر عشان يروح لمجلس النواب لتغيير التشريعات بقى الخاصة بكل ما يتم معارضه عليه. نعم. طبعا ضروري برضو ان المواطن يبقى عنده دافع شديد جدا للمشاركة في الانتخابات. احنا دايما بنقول للناس انه الانتخابات دي حقك، وان انت كمواطن رمانة الميزان في اي انتخابات. صحيح. ما تجيش بعد انتخابات تقول اصل مين اللي جه ومين اللي ما جاش، ما هو حضرتك نزولك عشان تختار هو اللي جاب فلان، وعدم نزول حضرتك وما اخترتش حد، فاللي نزل اختار جاب اللي اختاره. فانت حاجة دكتور يحيى في الجزئية دي من فضلكم وانتوا رايحين تختاروا، لانه زي ده حقك الدستوري وحقك القانوني وحقك كمواطن مصري انك تختار من يمثلك سواء في البرلمان او مجلس الشيوخ. اعملوا يعني ابحثوا شويه، احنا في ايدينا خلاص كل المعلومات اللي في العالم كلها بقت في ايدك. صح. في هذا التليفون. صح. من فضلك اعمل بحث عن الشخصيه اللي انت رايح تنتخبها وتحط عليها علامه صح، مين هو، قيمته ايه، كيف يفكر، السي في بتاعته موجوده بالتاكيد على مواقع التواصل الاجتماعي. نركز شويه لانه ده جزء مهم جدا. صح. احنا نعيش في عصر كله ديمقراطيه وحريه. نعم. محدش بيقول لمواطن او يجبره بيقول له روح انتخب فلان، لا. صحيح. زي ما حضرتك ذكرت الآلية النهارده والاداه في ايدينا سهله. سهله في ان انت تقدر تكتب اسم اي مرشح في السيرش في مواقع التواصل او في الانترنت. نعم. هيطلع لك مشاركاته، مقالاته، توجهاته، رؤيته، لان انت هنا في الشيوخ محتاج الرؤيه. ايوه. محتاج الناس اللي عندها رؤى، محتاج الناس اللي عندها قدره على استنباط ايه المشكلات اللي جاية عشان ما نقعش فيها. صحيح. يعني يشتغلوا بعلم ادارة الازمة. نعم. ان انا بتحرك على الازمة قبل ما تحصل عشان اقدر اساعد بلدي وابقى دايما ليا دور فاعل في هذا المجتمع. والمواطن زي ما حضرتك ذكرت هو الاساس في الاختيار، وهو اللي عليه الدور ان هو ده دوره انه يبحث وراء من هم المرشحين ويختار المرشح اللي هو شايف انه هيقدر يؤدي هذا الدور في مجلس الشيوخ. كمان مجلس الشيوخ ليه دور دبلوماسي مهم جدا في بعض القضايا الدولية. طبعا. ممكن يكونوا هم مندوبين مصر في مثل هذه القضايا، فلازم يكونوا على قدر الحقيقة من المسؤولية. طبعا. اروح لقضية تانية يا دكتور، وخليني استغل وجود حضرتك دكتور يحيى. طبعا. واحنا بنتكلم على النقلة الكبيرة جدا اللي حصلت في التعليم وكان سببها فيروس كورونا، رغم ان ده
كان على فترات متباعدة كان هيتم، وهو تعليم عن بعد. ازاي يكون عندنا بقى وعي، وازاي نعلم ولادنا، وازاي احنا كمان نتعلم انه الطالب يروح يدور ويجري ورا المعلومة عشان يقدر ان هو يفيد نفسه ويفيد طبعا بالتأكيد بلده. طبعا لا شك انه فكرة التعليم الإلكتروني والاعتماد على الوسائل الإلكترونية والتعليم عن بعد هو أصبح النهاردة أمر واقع لابد أن نتعامل معه جميعا. ويمكن دي من الحاجات اللي احنا اللي استفدنا يعني فوائد كورونا اللي أضافت لينا حراك شديد جدا في هذا الجانب. يمكن صحيح وزارة التربية والتعليم كانت حاطة خطة طموحة جدا لهذا الأمر من قبل كورونا، صحيح برضو كانت شايفة في المجتمع يعني وجهات نظر كثيرة ضد التطوير السريع او ضد او ولكن بطبيعة الحال احنا لازم نمهد الامر للمجتمع ونعود ولادنا على هذه الطريقة الجديدة، لان هي فعلا طريقة لما نيجي نبص في عمقها فعلا الطالب عنده منتهى الحرية. انا ما بحبش اسمع لفلان هذا الشرح، عندي غير فلان 100 واحد اسمع منه هذا الشرح. صحيح. انما يمكن في الطريقة التقليدية القديمة انا خلاص انا في الفصل هو ده دكتوري الاستاذ فلان او دكتوري الدكتور فلان اتعامل، انا ما عنديش اختيارات كثيرة. ولكن في البحث الالكتروني انا عندي فرصة اني اسمع لحضرتك ولفلان وفلان وفلان واوصل للمعلومة اللي انا عايزها. فكرة انه الطالب يعتاد على البحث والمعرفة وانه يدور على المعلومة وانه يوصل لها ويبقى عنده قدرة على التحليل والربط بين العناصر، كل ده مش بس هدفه انه ينجح في التعليم، هو هدفه انه يطلع منتج في الاخر مواطن مصري وشاب مصري مدرك واعي، عنده افق، عنده رؤيه واسعه للامور، عارف دايما انه عنده اكتر من طريق ياخد المعلومه. ويمكن دي المشكله اللي حضرتك اشرت اليها برضو في ان احنا مش شرط ناخد اي معلومه كده من السوشيال ميديا ونجري. لا طبعا. لانه ممكن تكون هذه المعلومه مغلوطه مدسوسه غير صحيحه، احنا ما نعرفش مصدرها فين. فلازم كل ما هيبقى عندنا بقى احنا الوعي والادراك والتعلم وخبرات التعلم مع هذه الوسائل الالكترونية كل ما بيزيد مهارتنا ووعينا بان احنا نقدر نستشف كده ونستنتج. لا انا عايز المعلومة دي، طب ما انا اروح للصفحة الرسمية بتاعت الوزارة الجهة المعنية بهذا الامر واتأكد، والله لقيته موجود على صفحة الوزارة يبقى كلام سليم. صحيح. والله لقيته حاجة الناس العامة الناس بتتداولها، لا يبقى ده امر مشكوك فيه. حقيقة يعني مهما شكرت حضرتك دكتور يحيى الحقيقة وانت بتمتعنا دايما بلقاءاتك معنا في مصر جميلة، كلام حقيقة مهم جدا وهو ده اللي بنسميه في الاخر بين قوسين الوعي. صح. انك انت تدرك ما تفعل وانك انت تعرف كويس جدا البيئة المحيطة اللي حواليك ايه معطياتها عشان تقدر تكون عامل مساعد في هذا المجتمع. دكتور يحيى هاشم استاذ علم الاجتماع نورتني يا فندم. شكرا. في مصر جميله كالعاده يعني. شكرا. شكرا جزيلا لوجودك معايا. شكرا. بعد الفاصل هنروح لموضوع ايضا بشوف انه هو مهم جدا في البيت المصري وهو استمرار الامتحان للسنوات النهائيه في الجامعات وشكل الدراسه هيكون ايه، ثم الاختبارات المبدئيه او الاوليه اللي بيعملوها للقبول في بعض الكليات. ده هيكون حوارنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل، من فضلكم ابقوا معنا. لن نقف مكتوف الايدي امام اي تجاوز لهذا الخط. مصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات. أمنكم وسلامكم هو أمننا وسلامنا. نحن من هنا عرفنا أننا لسنا وحدنا في مقاومة أو مواجهة الأتراك المستعمرين. مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا. إن هذا الجيش جيش رشيد جدا جدا ولا يعتدي ولا يقوم بعمليات غزو خارج أرضي، وإحنا ملناش في مصر أي مصلحة غير في استقراركم وفي وحدتكم، إحنا مش عايزين حاجة. موقف مصر موقف أخ واعي لجل السلم يبذل فيه مساعي لم الشمل. واجد مو قليل، تحيا مصر تحيا مصر عنوان القصيدة. وتحيا ليكم وتحيا ليكم. يعني
إن تنتصروا بنا فسننصركم، إن تنتصروا بنا فسننصركم.